بعد موجز نص نهار ونص، مش نحكي عن تظاهره ايام زمان اللي هي من تنظيم الغرفه الفتيه العالميه بحمام ننف بالتعاون مع اذاعه بوغرنينا. ضيوفنا وصلوا موجودين معنا في الاستوديو. سي الهادي الوريمي رئيس الغرفه، مرحبا بك، اهلا وسهلا. مرحبا بك. يسرى الراشحي مكلفه بالاعلام والاتصال بالغرفه، مرحبا بك، اهلا وسهلا بك. وكيف كيف سي عادل العبيدي اللي هو مدير راديو بوغرنين، مرحبا بك سي عايش خير بالفضل، اهلا وسهلا بكم. دونك نذكروا انه التظاهره هذه ايام زمان باش يكون الموعد نتاعها نهار الخميس 28 جويلي 2016 بفضاء حمانه بفضاء حمانه نص نهار 39 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكم في أحلى ويكاند معكم حتى الماضي ساعة ونص. كما كنت قدمت قبل شوي وأنه باش نحكي عن تظاهرة أيام زمان، الموعد نتاعها باش يكون نهار الخميس الجاي 28 جويلية. التظاهرة هذه هي من تنظيم الغرفة الفتية العالمية بحمام ننف وبالتعاون مع إذاعة بوغرنين. مرحبا بالضيوف اللي موجودين معايا في الاستوديو، سي الهادي الوريمي رئيس الغرفة، يسرى الراشحي مكلفة بالإعلام بالغرفة، وسي عادل العبيدي اللي هو مدير راديو ويب بوغرنين، مرحبا بكم. دونك نبدا معك هادي الوريمي رئيس الغرفة، نحكي شوية عن الإطار العام اللي يخص تظاهرة أيام زمان. نعرف بروحي هادي الوريمي رئيس الغرفة الفتية الاقتصادية بحمام ننف. الغرفة الفتية في حمام ننف عمرها 17 سنة، في تونس عمرها 55 سنة، وفي العالم 101 سنة. الغرفة الفتية هي ادخل البرانسيبال ريزو دي جون سيتويان اكتيف. الغرفة تحث الشباب على التغيير الايجابي باللي كات دومين دوبورتونيتي اللي نخدموا عليهم هي الفورماسيون التكوين، باش يكون الشباب عضو فاعل في المجتمع لازم يتكونوا. لازم يعملوا دي فورماسيون معناتها في كيفاه الكوميونيكاسيون، كيفاه تقوم باكسيون. عندنا الكوميونيتي اللي هي نخدم عليها وهي معناتها الاكسيون تاعنا اللي هي في الكوميونيتي اسمها ايام زمان، اللي هي تظاهره ثقافيه، تظاهره فنيه ورياضيه، باش يكونوا فيها معناتها فنانين ثقافيين رياضيين ومن التاريخ، باش يحكيوا عن تاريخ حمام ننف، خاطر تاريخ حمام ننف تاريخ كبير. معناتها كي نحكيوا على حمام ننف نحكيوا على جبل وبحر، نحكي على تراث. عنا برشا تراث في حمام ننف، عنا دي سينما لحد الان مسكرين اللي نسعى توا معناتها بالتظاهر هذايا باش نعرف السينما اللي مسكرين. ثم تروا سينما مسكرين في حمام ننف. الاوبجيكتيف نتاعنا في الاكسيون هذايا اللي باش نعرفوا بالتاريخ، باش الشباب يعرفوا التاريخ نتاع حمام ننف، ويكون ثم معناتها باش يكونوا معناتها يحبوا حمام ننف، معناتها يغيروا عليها، معناها يغيروا على حمام ننف. وهكاك باش نمشيو للتاب الاخرى اللي هو نتلهو بالتراث نتاعنا، نتلهو بالبحر نتاعنا، نتلهو بالجبل نتاعنا، خاطر حمام ننف فيها برشا دي زوبورتينيتي نجمو نخدمو فيهم. تنجم تكون قبل حمام ننف كي نحكيو على حمام ننف التوريست كانوا يجيو لحمام ننف، توا معناتها ما يجيوش. دونك من الحلول اللي نلقاوها باش نبداو بها هي نبداو بالشباب، نوعيهم على حمام ننف، من بعد معناتها نمشيو للزيتاب الاخرين، المراحل الاخرى. يسرى تحلوة ان شاء الله في السهريه باش تكون هي 7 ونص حتى 11 ونص نتاع الليل في اسباس حمينه في حمام ننف. السهريه هذه باش تكون فيها فنانين رياضيين زاده، باش تجمع بين الغناء التاريخ زاده. احنا جمعنا معناها جمعنا الدومينات الكل. بيان سور ولاد حمام ننف هما اللي باش يجيو باش يحكيو، ومرحبا بالناس الكل. ولاد حمام ننف معناها شنو اللي باش يحكيو معناها بالضبط؟ باش يحكيو على المشاكل اللي واجهوها، ولا ولاد حمام ننف اللي عاشوا على ايام زمان حمام ننف؟ شكون بالضبط؟ هكاك افكتيفمون احنا خذينا كبار وصغار، دونك الكبار اللي باش يحكيو على تاريخ حمام ننف، خاطر احنا الصغار مانيش عارفين معناها تاريخ حمام ننف، دونك نحبوا نذكروا ونسمعوا معناها التاريخ والكل. الصغار باش يحكيو على تاريخ، باش يحكيو على تاريخ الكوره، على تاريخ الفن. كما تعرف كما قال الرئيس حمام ننف فيها برشا، كسوا من الفن كسوا من التاريخ، هي مدينه معناها تلم الدومينات الكل، دونك احنا حابين نحييو هذا الكل. سي عادل،
سعد انت باعتبارك مدير راديو ابو قرنين هكا ولا لا؟ دونك عاونتهم اعلاميا معناها في التعريف معناها بالتظاهرة نتاعهم اكثر؟ انت بارتنير ميدياتيكي اللي معاك؟ لا 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 ميم حتى اكثر، خاطر انا عجبتني الفكره، حكيت مع سي هادي قبل. اي دونك 50% كل واحد معناها معناها تقسمنا الادوار. مش اعلاميا بركه معناها. لا 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 باش تنجح، خاطر انا بيدي ولحم نمفو والمشروع بيدو هذا نتاع الفكره نتاع بعث الراديو هذا، خاطر جهه مهمشه اعلاميا. مش اقول اساس كيلومتر من ال... هو راديو على الانترنت سمحني. اي تو على الانترنت. على الانترنت اي معناها اساس كيلومتر من العاصمه، معناها بلاد مهمشه بالحق. اي وحمل نخرجوا منها برشا عباد، فما لي مالوريزمون ما تلفتوا لهش في الميادين الكل. دونك حبينا احنا بالخطوه هذه، حبينا باش العباد نحسوهم معناها جونتيمون راهي هذه بلادك، معناها انت بيدك راك كيما 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 انسي وليت شخصيه ولا وليت انسان في دومين اخر، راهو فما البلاد اللي خرجت منها هذه عندها عليك الحق. معناها الوعي لدى المتسكنين معناها مدينه حملنف. وكي يقول واحد احنا تو يمكن قاعدين نحكيو برشا كاين نضخموا في حملنف. حملنف راهو احنا اقل ما يقال قلنا عليها تو، خاطر التاريخ نتاعها يشهد اللي هي مدينه ما كانتش مهمشه بالصفه اللي موجوده تو اللي تو. دونك الكلنا يد في اليد باش العباد الكل نحسوهم باش يعاودوا يرجعوا لدارهم. أي. يعودوا يصلحوا دارهم، خاطر الدار هذه قاعدة بشوية بشوية إلى السقوط. علاش؟ على خاطر كل واحد يقول أنا جبد روحه، ما يهموش أي إنسان تجي تكلمه يقول لك أنا لا خاتيني. دونك احنا تو وهنا سامحني جست سي عادل، معناها دور شكون؟ دور المجتمع المدني، دور البلديات، دور المواطنين، هي حلقة متواصلة، سلسلة معنا. سلسلة هي، شوف سلسلة اللي باش يعيش في حملنف اللي يعيش بالكدا يعرف اللي هي سلسلة. سلسلة معناها المواطن يقول لك انا اخويا دخلني البلدية ما عندهاش الامكانيات المادية ولا الواحد باش نجم، قاعدة تسعى بالحاجات اللي تنجمهم. كي تخزر انت توا كيما البحر، كارثة بيئية واللي تحب انت وقت تتعدى. حملنف قبل تكتبت عليها قصص وتكتبت عليها كتب على الشط بركة، جي تشوف انت تو البحر كيفاش، معناها في احنا في 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 جوي، معناها شيء بالحق شيء يبكي. اي صحيح. دونك احنا التظاهر هذه ولا الحركه اللي باش نعملوها باش نحسوا العباد، باش نقولوا لهم ارجعوا لداركم، راهو داركم في حاجه لكم تو سامبلومون. والمواطنين باش يحضروا، فما شكون باش يحضروا من المجتمع المدني على المؤسسات معناها كيما البلديه كيما الكل، فما شكون باش يكون حاضر؟ لانه هو تضافر جهود راهو ما بين المواطن وما بين البلديه. احنا في هذه احنا السهره هذه باش نعملوها مانيش نعملوها هي باش نلموا بها ولا فنيه ولا واحد، احنا باش نلموا بها العباد الكل باش نحطوهم مع بعضهم، باش فما ناس كيما قال سي هادي قبيله باش يحكيوا على الـ 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 معناها الـ على التاريخ. ثم ناس موجودين توا باش ياخذوا المشعل ومسؤوليتهم اللي هما باش ياخذوا المشعل. دونك احنا لمينا الاطياف الكل باش يحكيوا باش معناها نخرجوا بخلاصه اللي راهو حملهم ما تستاهلش الوضعيه اللي هي فيها توا. باهي تفضل هيدي. باهي نكمل نحكي على الجون شومبر، حكيت على الانديفيدو والكوميونيتي. عندنا دومين الاخر هو ليزافير، بويسكو نحن غرفه فتيه اقتصاديه. دونك نخدموا على ليزافير ونخدموا على الانترناسيونال. حبيت نقول زاده ونشكر الغرفه الفتيه اللي حملنا في جونيور، خاطر غرفه حملنا في عندها سينيور وجونيور. الجونيور هما انتر 13 و 18 ans والسينيور انتر 18 و 40 ans. دونك الفكره هذيا جات من جونيور، الشباب الصغار بتاعنا. نحب نحيي ديريكتريس داكسيون إيثار حامدي اللي هي مديرة التظاهرة. والفكرة كانت من عندهم هما معناها بناء على
الوضعيات اللي قاعدين معناها تعيشوها وتشوفوها في مدينه حمام نوف. اي مدينه حمام نوف كما قال قبل شويه معناها اللي سعاد اللي هي 16 كيلومتر على على العاصمه يظهر لي هكا ولا اي 16 كيلومتر على العاصمه، من المفروض انه معناها يعني الوضع نتاعها يكون احسن من هكا احسن. و هي معروفه حتى بالحمامات معناها نتاعها بالشتيمه شو العباد تاريخيا كي تاخذ انت الشخصيات اللي خرجوا منها الفنيه السياسيه اللي تحب انت الرياضيه، وقت تخزر بلاد موجوده فيها الحاجات هذوما الكل ما تنجمش تكون المآل نتاعها هكا. بالحق انا راه يمكن فما عباد يسمعوا فيا توا كاني انا هكا وضع نعطي في هكا حاجات نتاع وضع كارثي. بالحق وضع كارثي على المستويات الكل في حمام نوف، راه يلزم ينقذوها بالحق.